كنز أثري كبير تحت أرض مدينة من المدن المصرية الجديدة، مقابر فرعونية بالعشرات وعملات ذهب وقطع أثرية نادرة جداً ما كانش حد يعرف عنها حاجة، وكأن خزائن الأرض اتفتحت للمصريين. معجزات الفراعنة ما زالت بتكشف كتير وكتير، وباطن الأرض مليان بالكنوز. يا ترى إيه حكاية الاكتشاف الأثري الجديد، وإيه السر اللي خرج من باطن الأرض؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده من خمسة بالعربي. ضجة كبيرة اتسببت فيها الأخبار اللي انتشرت عن اكتشاف كنز أثري كبير بعد ما نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة 26 من العصر المتأخر، بالإضافة كمان لعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي. والاكتشافات دي كانت في أثناء أعمال الحفائر الأثرية للبعثة في جبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة شمال مصر. بحسب البعثة، التخطيط المعماري للمقابر دي المكتشفة يعتبر واحد من النماذج المتعارف عليها والمنتشرة في مصر القديمة خلال العصر المتأخر، وده بيأكد الأهمية التاريخية للاكتشاف ده، واللي ممكن يكون بداية لإعادة تأريخ واحدة من فترات مدينة دمياط، وفق الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. الدكتور خالد في بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية وصف الاكتشاف ده وقال إن اللي تم العثور عليه من آثار من عصر الأسرة 26 بيأكد استكمال التسلسل التاريخي لجبانة تل الدير والدور التجاري المهم لموقع دمياط عبر العصور التاريخية المختلفة. أما عن اللي كان موجود جوه الموقع اللي اكتشفته البعثة، فتم العثور داخل المقابر دي على مجموعة من التمائم الجنائزية وتماثيل الأوشابتي والأواني الفخارية، بالإضافة إلى بقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار جواه عملة برونزية من العصر البطلمي ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية، واللي بتعتبر دليل على وجود نوع من التبادل التجاري بين دمياط ومدن ساحل البحر المتوسط. وده بحسب اللي الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصرية قالوا في تصريحات صحفية نقلت عنه جريدة الشرق الأوسط. الدكتور قطب فوزي رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري وسيناء ورئيس البعثة الأثرية أشار إلى أن البعثة نجحت كمان في الكشف عن مقبرة ضخمة من الطوب اللبن، وكانت متضمنة عدد من التفنات ذات مستوى اجتماعي مرتفع بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية واللي بتجسد الرموز الدينية والمعبودات المصرية القديمة، ده غير وجود بعض التمائم الجنائزية الفائقة الدقة من حيث مهارة الصناعة وروعة وتنوع مواد صناعتها واللي بتدل على الطبقة الاجتماعية لأصحاب الدفنات دي. بيان وزارة السياحة والآثار قال إن العملات البرونزية والأواني الفخارية واللقي الأثري بتأكد إن مدينة دمياط كانت مركز للتجارة الخارجية عبر العصور التاريخية المختلفة، والاكتشاف ده بيوفر مزيد من المعلومات المهمة عن مصر القديمة واللي هيساعد العلماء في كشف أسرار كتير عن الفترة دي من العصور الفرعونية.